إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن مرض الحصبة الألمانية الروبيلا. مرض الروبيلا الذي يعرف باسم مرض الحصبة الألمانية أيضا هو عبارة عن إصابة خفيفة بأحد أنواع الفيروسات التي لا تسبب في العادة أي مشاكل خطيرة. ومع ذلك فإنه يمكن أن يضر أعراض يضر الجسم بشكل عام. أيضا أعراض الحصبة الألمانية هي الحمى. أيضا بالجنين إذا كانت إصابة المرأة الحامل به أثناء فترة الحمل خفيفة ممكن أن يكون الطفل أو الجنين يعني يخرج بشكل سليم ما تحصل له أي تشوهات. وأيضا ممكن تصيب الأم الحامل طفح جلدي ينتشر في الوجه إلى باقي الجسم أيضا عبارة عن حبوب في الوجه والجسم. أيضا يوجد هناك لقاح أساسي وقياسي للأطفال يحمي ضد الحصبة الألمانية والنكاف وأيضا الحصبة الروبيلا معا. طبعا اسم اللقاح MMR وهذا فعال جدا على الحصبة الألمانية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.